عندنا بقى خبر عن المنتخب الوطني الأول. نحب نفكر حضراتكم إن المنتخب الوطني الأول بيمتلك نقطتين في المجموعة السبعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون، وده بعد ما تعادل في أول مبارتين مع كينيا 1-1 وجزر القمر 0-0 على التوالي، بيحتل بيهم المركز الثالث ورا كينيا صاحبة المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب الفراعنة، ثم منتخب جزر القمر المتصدر برصيد 4 نقاط. طبعا كل التمنيات لمنتخبنا القومي ان شاء الله في شاء الله. الرحله الشاقه والطويله للوصول لكاس العالم وكمان على المستوى الافريقي. خلينا نروح ل